السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة، أعزائي الباحثين، زملائي الأساتذة في كل مكان. معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم رابط لموقع للدكتور نبراس. دكتور نبراس من أفضل الدكاترة ومن من ال يعني من الدكاترة ال يعني الطموحين، وما شاء الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يرزقه بما يتمنى. طبعا دكتور نبراس يعني إنسان يعني قليل وصفه، يعني حقيقة بفيديو واحد أو كلام أو جملة، يعني له عدة سنين يعني ينشر ويسوي يعني سوى جروب وإلى آخره. اليوم أنا صراحة يعني حبيت أقدم له هذه الهدية، أنه أنشر هذا الفيديو. يكون أولا تحية له، تحياتي للدكتور نبراس، وأيضا يعني حبيت أساعدكم أنتم كطلاب يعني وكناس باحثين بهذا الفيديو. هذا الفيديو هو يعني راح أستعرض وياكم هسه إن شاء الله شلون تقدر تحمل كتب ومرتبة ومقسمة أيضا حسب كل نوع الكتاب. فانا طبعا هذا هو الرابط. انت عندك خيارين، تقدر تفوت على الوصف هسه حاليا، يعني بس تضغط على الوصف او على اول تعليق راح تلقى هذا الرابط. انت من تضغط على الرابط راح يحولك مباشرة على الموقع على جوجل درايف، راح تنزل هناك كتبه براحتك. او تقدر اذا انت مثلا بحاسبة نفس الحالة ايضا تقدر تنسخ هذا الرابط وتاخذه على جوجل، تبحث هناك راح مباشرة يحولك على الموقع. طبعا انا راح اسوي مثل هذا الموضوع نفس الحالة، يعني راح يعني لان انا حاسبة انصحكم تستخدمون حاسبة، يعني انا راح تسوي له نسخ مباشرة تروح على الجوجل. طبعا انا هاي شوف منها بحثت هسه انا يعني بالجوجل هسه اعطيته نسخ وضغطت انتر، مباشرة حولني على الموقع، على موقع دكتور نبراس الخزاجي. هنا تشوفون هنا مثلا الشعر، ترجمة، تعليم اللغة الإنجليزية، طرائق، كتب أدبية، كتب لغة، كل ما يخص الترجمة. يعني صدق تعبان عليهم والله. الله سبحانه وتعالى يا رب يوفقه دنيا وآخرة. زين هنا حتى يعني بأسماء الشعراء، يعني بنوع الشعر، يعني مرتبة ترتيب مثل ما تقول حلو حلو، يعني الله يوفقه إن شاء الله. فمثلا لو اجينا على كتب اللغة، يعني ضغطنا عليه انفتح هذا الموقع. هنا عندنا شوفوا يعني شكو كتاب يخص اللغة، هو موجود هنا كتاب الصوت مرحلة ثانية، يعني ما شاء الله عليه. يعني شكو كتاب، شكو يعني مصدر، تلقاه بهذا الموقع. كتب تعليم اللغة الإنجليزية، يعني مثلا هذا إذا مثلا يعني بس كتب عامة. شوف هذه كلها كتب حسب ما تريد أنت، وش تختار شو تريد. يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. هذه تحدث اللغة الإنجليزية، يعني هذه كتب شلون يعني خفيفة. مثلا على سبيل المثال أنت يعني قاعد تدور كتب على مصادر بشكل عام، يعني تعبان على الكتاب بشكل مو طبيعي، يعني صدق صدق تعبان عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. يعني شوف هسه هذني كلمات بالترتيب، يعني ما شاء الله ما شاء الله. نرجع أيضا يعني على سبيل المثال يعني قواميس، يعني ما شاء الله، يعني مراجع، يعني ما شاء الله. حتى قواميس أسماء اللغة العربية، يعني انا بس يعني اسال سؤال، هو يعني اتمنى يشوف هذا الفيديو واسال اقول له ايش قد يعني شنو الخلق هذا، او شنو يعني الطموح والواهس اللي يخليك تجمع هيك. يعني هذا موضوع مو سهل. يعني انا كتب المرحله الثانيه، بس كتب المرحله الثانيه ظليت يوم كامل اجمع بيهن وارفع بيهن، والانترنت تعبان، تعرفون وضع الانترنت شلونها بالعراق. يعني بس كتب المرحله الثانيه انا يوم كامل احمل بيهن هنا والملازم، وش لعن قلبي، الله يشهد وش لعن قلبي. تحياتي لك مره ثانيه دكتور نبراس، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك، وانتم ايضا لا تنسون انه تدعوا له. يعني مثل ما تشوفون يعني كرامه، يعني ما ماكو شيء ما موجود. تمام،
أتمنى يا ربي يعني تستفادون من هذه الكتب، وأي سؤال طبعا وأي مشكلة أنا حاضر. إذا يعني طبعا أخوان خاف يعني ما يحمل بسرعة، عندكم مشكلة بالإنترنت ترى، مو مشكلة بالرابط خلاص، ولا مشكلة بالموقع، تمام كله تمام، بس المشكلة الإنترنت يعني. فحاول أنت تصبح، أنا هسه يعني قعدت من نوكت من الصبح على مود أسجل لكم هذا الفيديو، على مود تشوفون أنه الرابط تمام والموقع تمام، بس هي المشكلة وين؟ المشكلة أنه مثل ما قلت لكم، هي المشكلة بالإنترنت يعني. أنا هذا الموقع حاولت أسجل بالليل ما قدرت يعني، عفتقت أخليه الصبح على مود أشوفكم يعني. أنا حاضر طبعا أي سؤال أو استفسار، ونشكر دكتور نبراس، وأشكركم أنتم لمشاهدة هذا الفيديو. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.